السلام عليكم. كل عام وانتم طيبين. كان مهم قوي ان احنا نيجي النهارده عشان نطمن عليكم، وعشان كمان نهنيكم بانتهاء فترة التدريب الأساسي دي. والحقيقة من خلال المتابعة واللي أنا بلمسه ولمسته حتى النهاردة كده، قد إيه إن في خلال مدة مش كبيرة قوي، 3 شهور مش كتير الحقيقة، شوفوا حجم التغيير. وأنا بقول الكلام ده ليكم أنتوا بقى، مش لي أنا ولا حتى لأعضاء هيئة الأكاديمية. أنا بتكلم لو احنا بنتابع انفسنا، لو احنا بنراقب نفسنا، وقد ايه ان بالتركيز وبالمسؤوليه وبالجديه ممكن يبقى يحصل تطور كبير وتقدم كبير في الاداء. كل عمل يتم باخلاص ويتعمل فيه تفاني، ونبقى كلنا دايما على قلب الرجل الواحد زي ما بنقول دايما، هتبقى النتيجه بالشكل ده. لسه المشوار قدامنا شوية كمان، لكن البداية الحقيقة اللي أنا شايفها بداية يعني موفقة جدا، وبتمنى لكم التوفيق. استمروا وحسنوا دايما من أدائكم، التعليم، التدريب، كل شيء. كل شيء بتاخده هنا هدفه في الأول إن هو يطلع إنسان فاهم، جاهز، قادر إن شاء الله على أنه هو يؤدي مهمة كبيرة جدا، وهي حماية الوطن، حماية بلدنا، يعني زي ما دايما بنقول الكلمة دي. ودي بالمناسبة هي أشرف مهمة يقوم بها أي إنسان، حماية مصر أو حماية الوطن في أي بلد في العالم هي أشرف مهمة يقوم بها إنسان. فبهنيكم وبتمنى لكم كل التوفيق، وكل عام وانتم طيبين. وانا هقول لكم على حاجه مهمه قوي، ان انتم دايما وانت بتتدرب هنا وانت بتتعلم هنا، انك تخلي بالك من نفسك ومن زميلك، وايضا انك انت تبقى متابع كل حاجه وتبقى واعي قوي وفاهم، وما تسيبش حاجه تعدي عليك من غير ما تعرفها كويس وتفهمها كويس. في النهاية المدة اللي يعني سواء كانت سنة ولا 2 ولا 4 ولا غيره، إن شاء الله الأيام بتمر وبتمر بسلام إن شاء الله، وتبقوا يعني زي ما جينا كده بنهنيكم. هيبقى برضه في يوم تاني بنهنيكم وأنتم بتتخرجوا من الأكاديمية، موفقين إن شاء الله. وأنا بشكركم وأشكر قيادة الأكاديمية ووزارة الداخلية، وبتمنى لكم دايما كل التوفيق. كل سنة وأنتم طيبين. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، السلام عليكم.